الأسواق العالمية للمزيد بالطبع حول الأسواق، ماذا نتوقع للدولار؟ ينضم إلي رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. رائد أهلا بك، دعنا نبدأ بموضوع الفيد. عندنا اجتماع اليوم، التوقعات تشير أنه حيكون في رفع أسعار الفائدة ب 25 نقطة أساس، أعطيني تعليقك. طبعا متوقع بشكل كبير هذا القرار، يعني منتظر في الأسواق حتى يعود الدولار الأمريكي تو رياكت أو يعني يكون له ردة الفعل الإيجابية والعودة للارتفاعات بشكل أكبر. رأينا استقرار بالآونة الأخيرة، خصوصا أنه خلال تعاملات هذا العام يعني يصدم بعض الشيء أن الدولار الأمريكي هو الأضعف أداء ما بين العملات الرئيسية، مع أنه عنا على الأقل ثلاث مرات رفع لسعر الفائدة، وبالتالي قد نرى بدء عودة الارتفاعات بالنسبة لمؤشر الدولار الأمريكي فوق مستويات 96، قد تكون مع التأكد من الفيدرالي الأمريكي أنه مطمئن إلى مستويات التضخم التي هي يعني تعتبر العائق الوحيد أمام تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر. إذا ما يعني تم إلغاء هذا التخوفات محضر بالستيتمنت اللي راح تطلع معنا اليوم مع او عفوا بكره مع اعلانات اسعار الفائده، لن يكون هناك هذا الايجابيه على اداء الدولار الامريكي. فليس فقط رفع اسعار الفائده، وانما ضمن الستيتمنت انه يكون في عندنا تقليل من التخوفات بما يتعلق بوتيره نمو مستويات التضخم في الولايات المتحده الامريكيه. لازلنا بنشوف ابسايد على ستيرلينج بيضيف اقل من 10 نقطه مئويه، يعني ارقام اقتصاديه بنصدرها اليوم لربما حتعطينا اشارات ايجابيه، سواء تحدثنا عن أرقام معدل البطالة، هناك توقعات أنه تتراجع بأقل بحدود إلى 4.2%، عندنا أيضا توقع بالنمو الرواتب بحدود 2.5%. هل أنتم بتشوفوا أبسايد على ستالين؟ يعني بعد بالقراءة كمان شفناها بالتضخم التي كانت أيضا قراءة مسبوقة ومرتفعة بشكل كبير، أعتقد أنه في عندنا مجال الارتفاع على الجنيه الاسترليني في الوقت الحالي تسعيرا للاتفاق الأخير أو المرحلة الأخيرة من الاتفاق التي كانت مؤخرا فيما يتعلق بالحدود السياسية وما إلى ذلك. الآن النقطة الأهم هي مناقشة القضية الاقتصادية، واللي ممكن تأخذ معنا البريكزيت ممكن تأخذ معنا شهرين أو ثلاث شهور من المطلع العام القادم، حتى إلى حد ما نرى الجنيه الاسترليني ممكن أن يستفيد من خلينا نقول الاتفاق المبدئي. يعني في عنا ارتفاعات، ولكن الدولار الأمريكي هو فيصل هو المؤثر. خلينا نقول في تحفظ، هذا لربما يعطينا إشارات أنه حيكون في تماما بعض التحديات في تبرير، لا يزال هناك صعوبة في أداء الدولار الأمريكي، ممكن يحكم كثيرا على تعاملات الجنيه الاسترليني في الوقت الحالي، فذلك قد يولد فولاتيليتي تذبذب عالي. ولكن يعني خلينا نقول سقف ارتفاعات الجنيه الاسترليني محدود فوق يعني دون مستويات 35 خلينا نقول أمام الدولار الأمريكي، بينما عندنا قاع أكثر امتدادا نتيجة قوة الدولار الأمريكي، ممكن كزوج جنيه استرليني دولار أمريكي يخضع لمزيد من الضغط بالاتجاه الهابط وباتجاه مستويات 1.31 وصولا إلى 1.30 إذا ما كان هناك رفع لأسعار الفائدة وإيجابية في الستيتمنت الذي راح تصدر من الفيدرال الأمريكي. بتراقبوا البيتكوين أنتوا كمان ولا؟ طبعا بلا شك، يعني ارتفاعات والتذبذب الحاد والفيوتشرز أو عقود المستقبلية، خلينا نتحدث بصراحة، يعني يوجد هناك توجه كبير إلى هذه العملة التي تفرض نفسها كمستقبل rather than أنه يكون في عندنا فقاعة أو أداة سريعة، فهي أداة سريعة تحقق مكاسب سريعة، بالتالي يعني تستجذب الاهتمام المستثمرين إجمالا. رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.